بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نستكمل سلسلة دروس مايكروسوفت أكسس. الدرس السابق أخذنا الاستعلام، تعلمنا على مفهوم الاستعلام، كيفية إنشاء الاستعلام، والفرق بينه وبين الفرز والتصفية، وكيفية استخدام المعايير في الاستعلام والحفظ والإقلاق. في هذا الدرس سوف نتعلم إن شاء الله الاستعلام بين الجداول، بين أكثر من جدول. طبعا أخذنا في الدرس السابق إنشاء استعلام المعالج الاستعلامات وكذلك التصميم في جدول واحد. الآن في عندي أكثر من جدول، كيف أعمل استعلام بين أكثر من جدول؟ نذهب إلى إنشاء ثم معالج الاستعلام، بعد ذلك نفس النافذة ونفس الحوار نختار معالج الاستعلامات البسيطة ثم موافق. هنا يوجد عندي أكثر من جدول. الجدول الأول المعلمون، نختار مثلا رقم المعلم، اسم المعلم والتخصص. الجدول الآخر الفصول، نختار رقم الفصل، بعدها التالي. طبعا راح تجيني الرسالة هذه انه لا يوجد هناك اي علاقة بينهم لاستكمال هذا الاستعلام، لابد ان يكون هناك عمل علاقة بين الجدولين مع بعض. نختار موافق ثم تظهر لي الجدولين، نقوم بعمل علاقة بين الجدولين. طبعا أخذنا العلاقات وكيفية عمل العلاقات والمفاتيح الأساسية التي تجمعهم. طبعا جدول المعلمون يوجد رقم المعلم، الفصول نفس الشيء رقم المعلم، فنعمل علاقة بين الجدولين، إنشاء حفظ إقلاق. الآن نرجع إلى إنشاء معالج الاستعلام، استعلامات بسيطة، موافق. نرجع الجدول الأول المعلمون، رقم المعلم، اسم المعلم والتخصص. الجدول الثاني طبعا بالإمكان الاستعلام عن استعلامات أخرى. الجدول الثاني جدول الفصول، نختار مثلا رقم الفصل، التالي طبعا تفصيل عرض كل حقل أو ملخص، نختار الأول، التالي هنا الاسم، نكتب مثلا استعلام جدولين، الجدول الأول والجدول الثاني ثم إنهاء. تم عمل استعلام بين الجدولين، الجدول الأول رقم المعلم، اسم المعلم، التخصص، وأخذنا من الجدول الثاني رقم الفصل. لاحظ هنا هذا الجدول الثاني فيه رقم الفصل، وهذا الجدول الأول رقم المعلم وبيانات المعلم. إقلاق. طيب نرجع إلى استعلام الجدولين. استعلام الجدولين إذا غيرنا في أحد الحقول، مثلا الحقل رقم 8 أضفنا مكان صبحي مثلا خالد، إقلاق. المعلم رقم 8 خالد عبد الرحمن. نرجع إلى المعلمون، المعلم رقم 8 لاحظ أن تم تغيير الحقل خالد عبد الرحمن. طيب نرجع إلى استعلام في حالة
إن أحد المعلمين خرج من المدرسة، كيف آخذ نسخة احتياطية من الاستعلام؟ لآخذ نسخة احتياطية نذهب إلى ملف ثم حفظ الكائن باسم، طبعا نكون على الاستعلام، ملف حفظ الكائن باسم، طبعا الكائن هو عبارة عن استعلام، والاسم هنا بإمكانك إضافته اسم أو تركه بوجود كلمة نسخة موافق. نرجع للصفحة الرئيسية، نلاحظ أن هناك استعلام ويدجت وهو نسخة من استعلام الجدولين. طيب نرجع إلى استعلام الجدولين ثم إلى الصفحة الرئيسية، بعد ذلك إلى عرض التصميم. عندنا المعلم مثلا، نرجع إلى المعلمون، معلم رقم 7، معلم رقم 7 مثلا خرج من المدرسة، كيف نستثني المعلم رقم 7؟ نجي هنا رقم المعلم، طبعا نكتب يستثنى رقم مثلا 7، تشغيل، لاحظ أنه موجود جميع المعلمين ما عدا المعلم رقم 7 غير موجود. نرجع بطريقة أخرى، اسم المعلم ونكتب مثلا نوت مسافة، اسم المعلم لاحظ مثلا ياسر محمد، نرجع نوت مثلا ياسر محمد، نرجع تشغيل، نلاحظ أن ياسر محمد غير موجود، تم استثناء ياسر محمد. نرجع إلى عرض التصميم، نحذف المعيار delete. يوجد معيار اسمه لايك، لايك وهو شبيه أو مشاركة، مثلا الفصول نكتب لايك، مسافة فصل مثلا 1، المعلمين الذين يجتمعون على تدريس الصف رقم 1 أو الفصل رقم 1. نذهب إلى تشغيل الاستعلام، نجد أن المعلمين الذين تم تحديدهم هم يقومون بتدريس الفصل رقم 1. نرجع إلى عرض التصميم، كذلك من المعايير الموجودة نذهب إلى اسم المعلم، نكتب مثلا لايك نفس الطريقة، لايك مسافة، بعد ذلك نجمتان، ونكتب بينهم مثلا محمد، محمد بين النجمتين. نذهب إلى تشغيل، جاب لي جميع المعلمين الذين يوجد فيهم أو بينهم في الحقل كلمة محمد، كل المعلمين الذين يشتركون في كلمة محمد جابهم لي. طيب نرجع مثلا النجمة الأولى تم حذفها،
نكتبها مرة ثانية. نجمة ثم محمد. لاحظ النجمة جهة اليسار، النجمة جهة اليسار. تشغيل، يجيب لي أسماء المعلمين الذين نهايتهم كلمة محمد، الذين ينتهون بكلمة محمد. نرجع نضع نجمة ثم نكتب محمد. لاحظ النجمة نهاية الاسم، جاب لي أسماء المعلمين الذين يبدأون بكلمة محمد. عندما تكون النجمة نهاية الاسم، الأسماء التي في البداية. عندما تكون النجمة في بداية الاسم، الأسماء التي يكونون في البداية. نرجع كذلك، لو رجعنا إلى الاستعلام، أردنا إخفاء حقل اسم المعلم مثلا، بالزر الأيمن إخفاء الحقول. تم إخفاء حقل اسم المعلم. لإظهاره نحدد الحقل الذي بعده أو الذي قبله بالزر الأيمن. عرض الحقل، آسف، بالزر الأيمن. إظهار الحقول، إظهار الحقول. طبعا يأتي لي حقل اسم المعلم غير موجود، إغلاق. طبعا اللي أخذناها عرض الحقل، هذه تتحكم في عرض الحقل، مثلا 15. موافق، قام بتوسعة الحقل. طيب، من الأشياء الأخيرة، طب نحفظ كيف حذف الاستعلام. حذف الاستعلام، ضغط على الزر الأيمن ثم اختيار حذف. كذلك من أشرطة الأدوات، الصفحة الرئيسية، حذف نفس الطريقة، حذف الاستعلام، أو هنا بالزر الأيمن حذف الاستعلام. إذا أخذنا نعم، طبعا نلاحظ سيقوم بحذف الاستعلام. هذا فيما يخص الاستعلام. نلتقيكم في الدروس القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.